السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنحضروا جميع جاتو على كريم راقيه في الشكل وحتى في المذاق، فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا جميع تفاصيل تحضير هذه الحلوه وطريقه تزيينها. اول حاجه غنبدا بها هي لا جينواز. غنحتاجوا فيها 4 البيضات، 120 غرام سنيده، 120 غرام ديال الدقيق. لو برينسيپ هنا البنات 30 غرام لكل بيضه وحده، رشيشه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال روح الفاني، ماشي فاني عادي حيت هاد روح الفاني كتنسم لينا مزيان الكيك. انا ديجا كنت قديت معكم لا جينواز، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهاد الطريقه ديال اليوم حتى هي ناجحه 100% بحال الاولى. غنخلط البيض والملح والسنيده وفاني، وغنكون في هاد الوقيته خديت كاسرونه فيها الماء طايب. غندير فيها هاد البول ديالي ونبقى نخلط مزيان في الخليط فوق النار، ومره مره غنبقى نقيس الى دفى الخليط ديالي غنطفي عليه. ولكن ردوا البال ما تخليوش حتى يسخن، غير يدفى شويه وطفيوا عليه البوط. من بعد غنطرب الخليط ديالي بالطراب الكهربائي مده 3 حتى 5 دقائق حتى يولي بحال اون موس ثقيله. في هذه المرحله غنستعمل غير سباتول ونبقى نزيد في الدقيق مغربل، وانا كنحرك غير شويه بشويه باش ما ينزلش لينا الخليط وتجيني لا جينواز خفيفه ومهويه منين طيب. غناخذ المول قياس 34 سنتيم على 32، غندهنوا بشويه ديال الزيت باش ما ينزل فوق البابي سولفيريزي يتبت ليا، ونحاول نوزع الخليط مزيان وندخلها حتى في الفران ديجا مسخنه على 180 درجه الفوق والتحت مده 10 حتى 15 دقيقه. شوفوا معايا هنا دازت 10 دقائق بالضبط، طابت وتحمرات. غنخليها على جنب حتى تبرد ونقطعها بالمقص على هذا الشكل. ندوزو دابا نقادو الكريمه. غناخذ 500 مليلتر ديال لاكريم فريش بارده مزيان. انا كنطرب وكنزيد في الحليب المحلى المركز نيسلي باش تجينا الكريمه لذيذه ماشي غير حلوه وصافي. واحد لاسوس البنات، الى شي مره لاكريم ديالكم بقات جاريه غادي تضيفوا لها عصير الحامض شويه بشويه، وانتم كتضربوا حتى تمونطاليكم مزيان وتوقف وتكون لا تيكستور ديالها كيف بغيتوا. بعد ما وجدت لاكريم ورجعت الثلاجه، غنقاد الطبقه المقرمشه اللي غنستعمل فيها 300 غرام شوكولات ابيض من نوعيه جيده، 150 غرام كونفليكس عادي، 100 غرام ديال القرقال اللي حمرته شويه وحيدت له القشور وقطعته طريفات صغار، و100 غرام ديال اللوز كونكاسي حتى هو حمرته. غندير الكونفليكس في بلاستيك غذائي ونحاول نهرمشو شويه غير بالدلاك ونخلي فيه طريفات يكونوا باينين. في بول غنخلط هاد المقادير كلها ونضيف لها الشوكولا مذوبه، ونحاول نوزع هاد الكروكون فوق بلاستيك فوق باردون سمحوا لي فوق بابي سولفيريزي باش يبرد ليا. انا بغيت هاد العناصر غير تلبس ليا بالشوكولا ماشي تجمد مع بعضياتها وتبقى قابضه راسي، بقاو مفرزين ليا العناصر كلهم. بالنسبه للسيرو اللي غنسقي به لا جينواز، عادي خديت كاس د الماء وزدت عليه كاس سنيده نفس القياس وغليتهم فوق البوطه حتى دابت لي سنيده، وغنخليه على جنب حتى يبرد. انا هنا ضفت له نهك هاد الفريز نزولا عن طلب بنتي اش غنديرها، وانتم تقدروا تنكهوه باللي بغيتوا. غناخذ هذا الاطار الدائري ونستعمل هذا البلاستيك اللي كيعاون بزاف ويخلي لا فينيسيون تجينا زوينه. تقدروا تستعملوا صغر منه، انا خليته شويه طويل حيت بغيت الكاطو ديالي يجيني عادي. غننزل اول جينواز نسقيها بالسيرو، حاولوا ما تكتروش غير القياس، وغنضيف طبقه الكريمه وفوقها الطبقه المقرمشه ونحاول نوزعها بشكل متساوي ونقاد لها الوجه ديالها. بالنسبه لهاد الكروكون قسمته على 3 باش كل طبقه تاخذ حقها من هاد الكروكون تجيني مزيانه، ونبقى بهذه الطريقه حتى نكمل الطبقات اللي عندي كاملين. ومنين نوصل لاخر جينواز كيف كتشوفوا معايا، ما غنديرهاش على الوجه ديالها حيت كيكون يتفرتت شويه، غنقلبها باش منين نضيف لها الكريمه تكون قابطه راسها وما تعذبنيش. منين كملت الطبقه ديالي كلهم غندخل الحلوه ديالي للثلاجه عاديه، نخليها ساعتين حلت حتى لثلاثه السوايع ماشي الكونجيلاتور غير الثلاجه العاديه. شوفوا معايا حتى البقايا ديال لا جينواز ما غنضيعهمش، غنقاد بهم دي كلاص على هذا الشكل. غناخذ كميه من الكيك باردون، نقطعها ونطحنها في هذا الروبو
ونضيف لها جوج معالق كبار الشوكولاتة ابيض دايب ونسلي القياس اللي غيعلقها ليا. شوفوا راه ولات بحال اون بات. اللي بغيت نقول لكم انا استعملت هذا الراس الروبو اللي غيعجن ماشي اللي كيكون ماضي. وانتوما تقدروا تفردوا هذا الكيك وتخلطوه غير بيديكم عادي، المهم في الاخير تحصلوا على عجين معلق. غنحاول نعمر هاد لي مول ديال لي كلاص ونقاد هاد لي كوردون ديالهم، هاد العويدات نقادهم مزيان معاهم ويكون الوجه ديالهم مبسط، ونغطيهم من بعد ببابي سولوفان وندخلهم للكونجيلاتور حتى يجمدوا، وعاد نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التزيين ديالهم. وصلنا لا فينيسيون، كيف كنقول دائما كل واحد يزين الكاتو ديالو على ذوقه وباللي متوفر عنده اللي كيفضل. غنحاول نحيد هاد الاطار اللي باش اللي استعملت في هاد الحلوه غير بشويه، وكيف كتشوفوا ملي كنحيدوا هاد البلاستيك راه كتلقاو الحلوه ديالكم مفينيه ومقاده. انا اختاريت نزين الكاتو ديالي بالكريمه بيضاء وغوز، وحاولت نقادها بهاد سباتول باش نحيد حتى الفائض اللي كيبقى لي ديال الكريمه، ويجيوني الكريمات بجوج موجين ومنظرهم زوين. والجنيبات اللي عندي في التحت غنعمرهم بهاد الزريعه كيف كتشوفوا غوز وبغيانت. راه تبارك الله هاد دابا ولاو الاشكال والانواع ديال هاد بحال هاد المواد لتزيين الحلويات متوفرين واجدين، يعني اي واحد يقدر يقاد في دارو حلوى راقيه يفرح بها وليداته يبرعهم. خاصكم غير شويه تزعموا وصافي، ماشي ولا بد نكون بروفيسيونيل باش نقاد شي وصفه في داري. وبالبوش قديت لا كريم بيضاء وغوز على الوجه ديال الحلوى، وضفت شويه ديال الزريعه غوز باش يجيوني لوينات متناسقين، وكذلك زينت بهاد الورده الكبيره وصافي كملت التزيين ديال الحلوى ديالي. وغندخلها مره اخرى للثلاجه باش تبرد على بال ما نوجد لي كلاص. تقريبا داز ساعة بردات وقبطات راسها مزيان لاباط اللي عمرت بها ليمون ديال كلاص، دوبت الشوكولات ابيض درت في هذا الكاس الكبير، وغنبدا نغطس في لي كلاص وننزلهم في البابي سولفيغيزي. اون فوا نكمل لي كلاص كلهم اللي عندي نعاود نديرهم في الشوكولا، ونبدا من اول واحد قاديت. وفي التالي درت لهم خطيطات بنفس الشوكولا، يعني درت الشكلاط دايه في البوش وقطعت ليه الراس ديالو غير شويه باش عطاني خطيطات بحال هكا رقاق وزوينين كيف كتشوفوا معايا، وزينتهم حتى هما بالزريعه غوز. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى اليوم، كتجي رائعه ولذيذه. المذاق ديال النسلي جا عجيب، ولدد لينا الكريمه بواحد الشكل كبير، والطبقه المقرمشه جات جد اقتصاديه حيت ما استعملتش فيها شي مواد غاليه، كنا كنعرفوا الثمن الكونفليكس. وحتى الكركاح خديتي 10 دراهم، ومني جيت للدار عبرتو لقيت 100 غرام نيشان، يعني راها كتجي لذيذه هاد الحلوه اقتصاديه. غنقطع لكم طريف باش تشوفوها ان شاء الله من الداخل كيفاش جات. وحتى لي كلاص البنات راه جاو غزالين ولدات بزاف معلكين، ديك لا جينواز تلدات بزاف مع الشوكولا ومع نيسلي، كيجي مذاقهم زوين ومنعش. نتمنى نكون رضيت جميع الاذواق، وان شاء الله تجربوا هاد الحلوه مع وليداتكم وتفرحوهم بها وتنجح معكم من اول مره. وإلا جربتوها خليو لي في لي كومونتير كي جاتكم، وبالصحه والراحه. وما تنساوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. الى فيديو قادم باذن الله، خليتكم على خير.